نروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار المحلية ونبتديها من اليوم السابع. وطبعا كل الأخبار بتتكلم عن الحدث الأهم اللي هيحصل في مصر وهو أكيد كان 2019. يوم السابع قالت إن بيعقد مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة اجتماع مهم يوم الأحد اللي جاي في مقر الجبلية عشان يناقشوا ترتيبات استضافة أمم أفريقيا 2019. تشهد الجلسة تشكيل اللجان ومنها الاستقبالات والإعاشة والتنقلات والرعاية الطبية وغيرها، خاصة بعد إعلان وزير الرياضة أمس تولي أبو ريدة رئاسة اللجنة التنفيذية للبطولة.